جدا حافلا بالأمس اليوم الوطني للطالب. تفضلوا السيد سعد بزيان في عجالة، أعطيه الميكرو. 19 ماي 1956 الحقيقة نقطة ومنعرج حاسم بالنسبة للثورة، لأن الثورة تدعمت بعدد كبير من هؤلاء التلاميذ والطلبة في رص الصفوف وفي دعم الصفوف المجاهدين، خاصة كما نعلم فيهم طلبة مثقفين يحسنون القراءة، يحسنون الكتابة، يستطيعون كذلك صناعة ما يحتاجه الثورة سواء الأدوية أو متفجرات أو غيرها. كانوا فعلا خير سند، لأنهم طبقة مثقفة، طبقة عالمة، وأضافوا رصيد كبير للثورة الجزائرية في نجاحاتها. فمنهم من استشهد في أرض الميدان، كانوا منهم الأطباء، كانوا منهم المهندسين، كانوا الممرضين، وكانوا منهم الصحفيين، ومنهم من ناضل في صفوف الخارجية أنهم كانوا دبلوماسيين، وهم اللي وصلوا صوت الجزائر الثائرة إلى المحافل الدولية، وكانوا منهم المفاوضين الذين فاوضوا ونالوا استقلال الجزائر.